خليني اخدك بقى على لجنه الصحه. الحقيقه في الشيوخ قالوا تصريح جميل بصراحه، قالوا ان الرئيس السيسي هو اول رئيس يهتم برعايه ودعم العماله غير المنتظمه. معانا على التليفون سياده النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنه الصحه والسكان بمجلس الشيوخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف وبضيوفك وبجمهورك الكريم كله. ازيك يا دكتور؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وكل عمال مصر طيبين وكل عمال العالم بالمناسبه. تصريح اللجنه اللي قالته بخصوص انه الرئيس هو اول رئيس يهتم بهذه او بهذا النوع من العماله ودعمها وعملتها غير المنتظمه، خصوصا ان احنا خدنا بالنا انه الرئيس بيوجه بالدعم المتعلق بالتامين الصحي للعماله غير المنتظمه، التامين على الحياه، تامينات في حال الانقطاع عن العمل لاسباب يعني ايا كان شكل السبب ايه. بتشوفوا ده ازاي عند حضراتكم في اللجنه؟ طب اسمح لي استاذ يوسف في مستهل حديثي مع حضرتك ان انا هني سيادتك وهني شعب مصر كله بمزيج من الاعياد اللي احنا بنعيشها هذه الايام. أيوة. اعياد دينيه اسلاميه زي عيد الفطر المبارك، واعياد دينيه مسيحيه زي عيد القيامة المجيد، واعياد فرعونيه زي عيد شم النسيم، واعياد وطنيه زي عيد تحرير سيناء، وختاما عيد العمال اللي انا بستغل هذا اليوم ان انا اوجه لهم خالص التحيه والتقدير على دورهم في دعم اقتصادنا القومي، واخص بالذكر العماله غير المنتظمه اللي ليها دور كبير جدا في كل قطاعات الدوله وفي كل مناحي الحياه، في مجال الزراعه وفي مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعه وفي مجال الخدمات بانواعها المختلفه. واللي النهارده فخامه الرئيس اداهم حقهم تمام، واظهر قد ايه فخامه الرئيس والدوله المصريه تقدرهم وتجلهم وتحترمهم. الحقيقه بالتاكيد طبعا فخامه الرئيس هو اول رئيس يوجه بالاهتمام بالعماله غير المنتظمه. وده ما بداش النهارده، ولكن ده بدا في 2019 2020 في المبادره الرئاسيه الخاصه بدعم العماله غير المنتظمه، وده كان اثناء جائحه كورونا. وتم استكمالها النهارده بتوجيهات فخامة الرئيس بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه الإعانة الفورية، بالإضافة طبعا لأمور أخرى زي إصدار وثيقة أمان للتأمين على الحياة. يعني خليني أتوقف مع حضرتك أستاذ يوسف على بعض النقاط، وأوصل مع حضرتك بعد كده فيما يخص موضوع الصحة. العمالة غير المنتظمة في مصر تعدادها حوالي من 10 ل 11 مليون، وده عدد مش قليل طبعا، وده طبقا لتصريحات وزارة القوى العاملة في ديسمبر 2022. لكن للأسف معظم هذه العمالة غير المنتظمة مش داخلة تحت الغطاء الرسمي. المقيدين رسميا فقط في وزارة القوى العاملة هم لا يتجاوز 254 ألف عامل وعاملة، وده عدد قليل جدا الحقيقة. يعني أنا اسمح لي أن أنا أستغل وجودي مع حضرتك أرجوك أن أنا أناشد وأوجه أصحاب العمل وأصحاب المصانع والعمالة غير المنتظمة نفسها أن هم يبدأوا يسجلوا نفسهم على قاعدة البيانات في وزارة القوى العاملة عشان يقدروا يستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها لهم الدولة إذا تم تسجيلهم في قاعدة البيانات ودخولهم بشكل رسمي تحت الغطاء الرسمي. من ضمنها ما صدر به قرار وزاري رقم 162 ل 2019 الخاص بتحفيز العمالة غير المنتظمة لدعم خارج القطاع الرسمي للاشتراك في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية اللي بتقدمها لهم الوزارة. وزارة القوى العاملة بتقدم منظومة للرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين العمالة غير المنتظمة، بس بشرط ان هم يكونوا مسجلين لدى الوزارة. حلو. يقدروا يستفيدوا برضه من وثيقة أمان، ووثيقة أمان يعني هي شهادة بنكية بفائدة مرتفعة ووثيقة تأمين في نفس الوقت. للأسف لم يتم إصدار إلا 44 ألف وثيقة حتى الآن،
يعني قيمة حوالي 27 مليون. فمحتاجين إن الناس تسجل بشكل رسمي عشان تقدر تستفيد من هذه الوثيقة. الوثيقة كانت بتقدم حوالي 100,000 جنيه، وتم رفعها قيمة التغطية التأمينية ل 200,000 جنيه، وناس كتير جدا صرفت وناس كتير جدا استفادت من هذه الوثيقة في الفترات السابقة. اسمح لي أخرج بره قطاع الصحة وفي نقطة الحقيقة رائعة النهاردة أثارها سيادة الرئيس، وهي خاصة بتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل. وأتمنى أن حضرتك وزملائك الإعلاميين اللي أنا بكن ليهم كل احترام وتقدير يتلقفوا هذه الرسالة. إحنا مش فقط محتاجين في إعلامنا وفي أعمالنا الدرامية والفنية إن إحنا نحسن صورة الذهنية لقيمة العمل فقط، ولكن محتاجين نعلي قيم كتيرة جدا إحنا مجتمعنا محتاجها في هذه الأوقات. محتاجين نعلي قيم أخرى ومهن أخرى. محتاجين نحسن الصورة الذهنية للأطباء وللتمريض ولكافة كافة العاملين في قطاعات كثيرة. أعتقد إن الإعلام هنا ليه دور قوي جدا. أتمنى من إعلاميين الوطنيين إن هم يتلقفوا رسالة السيد الرئيس، ويبقى ليهم دور في الفترة القادمة في تحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل. تحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل ده شيء مهم جدا دكتور. خليني الأول أشكرك دكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة وسكان مجلس الشيوخ.